ويجوز له أن يصلي بما يحفظ ولو أن يكرره، ولو سورة قصيرة أو بعض السور قصيرة، ويكررها ويكررها ويكررها، ويجوز له أن يقرأ من المصحف. كل هذا لا حرج فيه، يجوز له هذا ويجوز له هذا. ويشرع له أن يقنت، ولا سيما في النصف الثاني من رمضان، يتأكد، يجوز من أول الشهر ويتأكد في النصف الثاني من شهر رمضان على فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم. ويجوز أن يصلي كل بمفرده، فيصلي الرجل بمفرده والمرأة بمفردها، يجوز هذا الأمر. ومتى يصليها؟ ينظر الأيسر، فإذا كان الأمر سواء فالأفضل أن يكون في آخر الليل، وإذا كان الأيسر في أول الليل بعد العشاء، لأنه يخشى أن ينام أو يضعف ويكسل ويصيبه النعاس أثناء الصلاة، فإن الأفضل أن يصليها في أول الليل. فينظر الأيسر ويفعله، وكلما أخر قليلا مع اليسر كان ذلك أحسن وكان أفضل.